واضح يا جماعة ان النهاردة يعني عندنا فقرات كتير ومهمة جدا، ولكن ايه رأيك نعرف اخبار الجو ايه؟ تيجي يلا. طيب لا هنروح على نشوف الجو الجو الاول يا الاول. مروه. طيب اوكي طيب يلا نروح مع بعض بسرعه نتعرف على حاله الجو. معانا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد يا فندم، صباح اهلا الفل. بحضرتك. كنا عايزين نعرف اهم ملاحظات حضرتك على الحاله الجويه النهارده. والله النهارده في ارتفاع اخر في درجات الحراره، حوالي درجه مقارنه بالامس. فعلى سبيل المثال بالامس القاهره سجلت 37 درجه، النهارده منتظر ليها 38. تمام. مع ارتفاع في نسبه الرطوبه، ده واضح منذ الساعات الاولى، وادى اعتبارا من فجر اليوم الى تكون الشفوره المائيه الموجوده الان على الطرق المؤديه الى مدن ومحافظات القناه والساحل الشمالي. ومن المنتظر بعد الساعه 9 من صباح اليوم ان شاء الله ان تنقشع هذه الشفوره وتعود الرؤيه الى الحد الامن بالنسبه لحركه السفر. بصفة عامة الجو النهارده شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة العاصمة ده خلال ساعات النهار، أما ليلا فالجو ما بين المائل للحرارة والمعتدل. تمام. طيب أستاذ وحيد، خلينا برضو نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والساحل الشمالي بما إن يعني إحنا في الويك إند وناس كتير قوي بتقضي الأجازة هناك. هو بالنسبة للساحل الشمالي من 32 إلى 33 درجة، اما القاهره والوجه البحري من 37 ل 38. شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط من 40 ل 41. ترتفع هذه الدرجات بشكل ملحوظ على جنوب البلاد عند الاقصر اسوان توشكى الوادي الجديد هنا حلايب شلاتين ما بين 44 الى 45 درجه مئويه. طيب بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه. وعايزه اقول لك يا سهى ان واضح ان الجو يعني حر قوي، حر جدا جدا، وزي ما استاذ وحيد بيقول ان يعني هنستمر شويه كام يوم كده لان رطوبه وحر، فالموضوع صعب جدا. وفعلا كل الناس دلوقتي بتسافر على الساحل، وعايزه اقول لك في ناس كتير كمان بتروح الغردقه والعين السخنه رغم ان هم حر ودرجه هم الحراره عاليه جداً. ولكن برضه هم يعني حابين المكان ده. طيب خلينا بقى نروح